حضرة مديرة المدرسة رندا الثانوية ومديرة مدرسة الإعدادية مربية وفاء، الهيئة التدريسية بأكملها، المدراء السابقون والحاليون، المعلمون الذين سبقت لهم الخدمة في هذه المدرسة، جميعا الطلاب الأعزاء، كل عام وأنتم بخير. قرأ في كتابه المقدس: أنتم ملح الأرض، فإن فسد الملح فبماذا يملح الطعام؟ أنتم النور الحاضر والمستقبل اللي راح يضيء مجتمعنا بالثقافة والعلم. أنتم مستقبل المنطقة ومستقبل مجتمعنا بأكمله. العيد الحاضر هو عيد ميلاد، ولكن نحن نحتفل في هذا العيد ليس لميلاد المخلص يسوع المسيح لوحده، إنما لميلاد المجتمع السليم، لميلاد الحياة التي ترتقي إلى مستوى الرفاهية، الحياة التي تنجب أبطالا لمجتمعنا. والحياة موجودة في هذه المدرسة التي أنشأت وما زالت تنشئ أجيالا أبطالا لمجتمعنا، قيادة لمسيرتنا في هذه البلاد. بالنسبة لي شخصيا هذا هو العيد، إني أشوف طلابنا الحاضرين أن يقفوا وقفة واحدة من أجل المستقبل، أن يكون هناك في تكافؤ وفي تكامل بينكم لكي تعيدوا لنا الحياة الحقيقية، حياة العلم وحياة الثقافة، حياة التطور والمجتمع الراقي. هذا هو العيد بالنسبة لنا، ولكن ما علي إلا أن أقول لكم إن شاء الله هذا العيد بيكون عيد فرح وعيد محبة وعيد تسامح من أجل ارتقاء الأجيال الصاعدة إلى درجات العلم العالي. كل عام وأنتم بخير، يعطيكم العافية لكل اللي تعبوا، لكل اللي حضروا لهذا البرنامج وغلبوا حالهم، كل الاحترام لهم، وبنقول لهم بشكل خاص كل عام وأنتم بخير. شكرا للأب إسرائيل على هذه الكلمة الطيبة. ندعو فضيلة الإمام زكي أبو هاشم المحرم ليبارك هذا الاحتفال. بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على جميع الأنبياء والمرسلين، وبعد. قدس الأب نبيل المحترم، حضرة مديرة المدرسة رندا آغا ومديرة المدرسة الإعدادية المحترمات، حضرة نائب رئيس البلدية حمد العيم المحترم، والأخ نخلة النوس عضو البلدية الذي ضحى ويضحي بعمله وجيبه وشغله في خدمة الشعب. اعذروني لو معي متسع من الوقت لذكرت كل واحد منكم باسمه الشخصي، لأني على يقين أن كل واحد منكم جدير بالتقدير والاحترام. الهيئة التدريسية المحترمين، الضيوف الطيبون الحاضرون، الطلاب الأعزاء، كل عام وأنتم بألف خير. من الجدير
بالتنويه في مثل هذه المناسبة. لماذا نحتفل بشجرة عيد الميلاد؟ ما أهمية هذه الشجرة؟ في كل العالم من ضوء شجرة عيد الميلاد. لماذا؟ ما السبب؟ المسيح عليه الصلاة والسلام لما ولد، ولد تحت شجرة نخل يابسة. لما جاء المخاض إلى أمه مريم أرادت أن تخجر تدخل إلى المغارة، ولكن في المغارة كان موجود بقر ورعاة، فجلست تحت شجرة نخل وكانت يابسة، فدعت على نفسها وقالت: يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. ولكن الله تعالى أوحى إليها أن هزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا، نخل يابس. فوضعت يدها على النخلة على جذعها، فبإذن الله اخضرت، أينعت، أثمرت، وأخذ يتساقط عليها ثمر النخل الرطب، وهو أجود أنواع التمر الرطب. النبي محمد صلى الله عليه وسلم كان يحنك الأطفال بالرطب. كل أم تخلف ولد أو بنت تأخذه إليه وتقول له: يا رسول الله حنك لي ابني. يأخذ قطعة أو يأخذ رطبة يمضغها ويضع إصبعه في الرطب، ثم يضع إصبعه في فم الطفل حتى تدخل أول عصارة أو أول شيء يأكله من الدنيا، عصارة الرطب. حبذا لو أم في العالم اليوم تحنك ابنها برطبة من الرطب، ولا واحد بتحنك. ومن حنك في الرطب ينشأ ذكيا وعنده قوة مناعة طبية يستغني عن الدواء بإذن الله تعالى. المسيح يا إخوان ولادته، نشأته هي معجزات. مدة حمل المسيح ساعة زمنية واحدة فقط، مش شهر ولا 9 أشهر، ساعة زمنية واحدة فقط، كما وضحها العلماء، وأخص بالذكر البيضاوي، قال مدة حملها ساعة زمنية واحدة. لما ولدت المسيح وحملته ودخلت إلى البلد، أوحى إليها الله تعالى أن تقول: إني صائمة، لقد نظرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. لما رأوها حامل طفل قالوا لها: من أين هذا يا مريم؟ ما كان أبوك امرأة سوء ولم تكن أمك بغية. أشارت إلى المسيح عليه السلام، فنطق وتكلم وقال: والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. لا أريد أن أطيل عليكم. لو تساءلنا ما هو عيد الميلاد، ما هو عيد الفصح، ما هو عيد الأضحى، الأعياد كلها أيام فاضلة وفرص سانحة يخلد الناس فيها إلى الراحة والدعاء. وقد طبع الله تعالى الأعياد بمظاهر اجتماعية، جعل الحرص عليها واجبا من واجبات الدين. فاطبعوا الأعياد بروح الاستقامة، المحبة، التزاور، التآخي، التسامح. كلكم لآدم وآدم من تراب. لا فضل لعربي على أعجمي إلا بالتقوى. وفقني الله تعالى وإياكم لما يحبه ويرضاه، وكل عام وأنتم بخير. شكرا للإمام المحترم على هذه الكلمة. أغنية يا نبع المحبة، الطلبة ميريل بيتار.
وحدك ساكن قلبي، لك تخلى عنا عينك وطنا بالايام الصعبة. يا نبع المحبة وحدك ساكن قلبي، لا تتخلى عنا عينك عوطنا بالايام الصعبة. ميلادك ميلاد الخير يا نور الحقيقة، ما بشرت بغير الخير وخلاص الخليقة، وبشرت بالسلام وعداك السلام. قلت اليوم يا ربي دخلك سامح شعبي، يا نبع المحبة وحدك ساكن قلبي. مساء الخير للجميع، رجال الدين الافاضل، عضو البلديه نقي قنوص، مديره المدرسه رندا اغا، ومديره المدرسه فاتن استمان. انا بدي اشكركم على المعدل بجروث اللي وصل ل 80% بهي المدرسه، عن جد شيء بيرفع الراس. وانتو على الاجواء الحلوه هاي اللي عم تعملوها واللمه الطيبه هاي الحلوه، بتشكركم كثير، كل عام وانتم بألف خير.
شكرا للسيد حماس على هذه الكلمه. كلمات شكر، كلمات شكر لا بد منها. نشكر بعد ما خلصناش، بس عشان فقرة الشكر تاخد حقها حطيناها هسه. إذا بتعملوا معروف أنتوا وراي شوي بس بلا صوت شوي. فرقة الإنشاد فادي خليل راوي دكوار، عادي دكوار، جيريز خوري، ريبيكا بلوط، نور خوري، ميريل بيطار، يارا خوري، مصطفى نعيم، برنارد اندراويس، ماريا ناصر، ملك محمود، شهد ناصر، ومايك معيكي. بيستاهلوا زقفي. فرقة العزف الرائعة وفرقة الإنشاد الرائعة طبعا. فرقة العزف رغد سوسان بيانو، نتالي حبيب تمام، ندى بشارة بيانو، الياس حلاق عود، جود عبليني جيتارة، رامي داوود بيانو، أمير عبليني قانون، مايك معيكي طبلي، كمان ريبيكا بلوط على الطبلي، ونبيل خوري على الطبلي، وشهد ناصر بيانو. بيستاهلوا زقفي. كل هذا إخوان بإرشاد وبإدارة المربية منيت عودي والمربية نيروز معيكي، وكثير ساعدنا في هذا الطالب الخريج العزيز بشار عودي. فبيستاهلوا زقفة قوية جدا. وعن شان نعطي كمان الحق للأشخاص التي ذكرهم. شكرا لإدارة المدرسة عن شان دعمت بشكل كامل ودائما تدعم. مركزي الشرائح، المربين، الإخوة سبيع وعدنان، الأخ رامي أجهزة الصوت، علي الصوت شوي خلينا نسمع يا زلمة. رامي، مجلس الطلاب ومجموعة من المرشدين في معرفة البلاد مشاتسم، سريد كشافة ترشيحة وفرقتها الموسيقية الرائعة. المعلمة عبلها البربار عملتها بالبيت على فكرة، مشكورة طيبة صح؟ المعلمة لورين لسه اجى دور اسود هذا الاحتفال. المعلمة لورين وفاء حاس والاستاذ سهيل مرعي قسم التربية الاجتماعية يعني. نشكر جميع العاملين والعاملات وكل من اعطى لهي المناسبة من حاله ومن ذاته ليطفي على وجوهنا بسمة فرح. البلدية محضرتنا مفاجأة بالآخر كمان، شكرا. وبدي أطلب منكم شكر خاص بالفعل للطالبات رشا عمر وليلى زيتون على الجرأة قدام هذا الجمهور لأول مرة باحتفال رسمي من هذا النوع، فشكرا للجميع. السيد أحمد عبد الرحمن بإلقاء كلمة. أسعد الله مساءكم جميعا وأسأل الله الخير لي ولكم بهذه المناسبة. أخي نائب رئيس البلدية، السلام عليكم. رجال الدين الأفاضل، أهل ترشيحة الأحباء، طلابي الأعزاء، نلتقي اليوم باحتفالية شاملة لجميع الطوائف السماوية في هذا اليوم المبارك. فلا يسعني إلا أن أقول كل عام وأنتم بخير. أسأل الله أن تأتي علينا أعواما كثيرة حاملة في طياتها الأمن والأمان، حاملة في طياتها المحبة والسلام. فنحن نعلم بعد أيام قليلة سيأتي علينا ذكرى مولد نبي السلام، نبي المحبة، عيسى ابن مريم عليه السلام. وكان قبل أيام قليلة عيد
ذكرى مولد الرسول الأمين الذي جاء حاملا معه رسالة المحبة والأمان، رسالة الإسلام والسلام على هذه الأرض. واليوم ذكرى عزيزة علينا جميعا التي تحمل في طياتها الكثير، هي ذكرى القديسة باربارا، فهي رمز من رموز التضحية، رمز من رموز العطاء. فنجعل الله أن نكون معها في أيامنا ما بعد الحياة. فلا يسع لن أطيل الكلام، ولكن أنا بدي أقول للمعلمة رندا ومعلمة فاتن القائمات على هذا الحفل، لكم مني كل الشكر والتقدير. فالمدرسة ليست تحصيلات، والمدرسة ليست مواد تعليمية، المدرسة هي اجتماعيات، هي مؤسسة تربوية. وهذا العمل الذي يقام اليوم هو جزء لا يتجزأ من تربية هذا الشعب والتواصل بين هذا الشعب والمحبة بين هذا الشعب. رضيتم ألف عافية وبوركت جهودكم. وكذلك يعني أنا كمان التحصيلات بتهمني جدا، بتهمني التحصيلات، ولكن أريد أن أنوه أن مدرسة ترشيحة، وسمعت وأنا نازل على الدرج نائب رئيس البلدية يتحدث عن التحصيلات، فمدينة معلود ترشيحة هي من ضمن البلاد الرائدة في موضوع الخمس وحدات رياضيات والخمس وحدات إنجليزية، ولكن من وضع معلود ترشيحة على الخارطة هي مدرسة أورد ترشيحة وطلاب أورد ترشيحة، ويستاهلون ذلك. كل عام وأنتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله. شكرا للمفتش على هذه الكلمة. ليلة الميلادي حلقودي، ليلة الميلادي ينبت الحب، طالبات مريم بطار ويعرفوني. خليني حد بعض شوي. وقفوا دقيقة خلنا نصور صورة. صور صورة منيح، عم تعمل لايف ابعد يا زلمة. لا احنا قلنا لاخر دقيقتين.
كلكم مع بعض مدينة مع بعض. مدينة صورة مع بعض. كيف؟ صورة كلكم مع بعض. يلا خليك بالأسماء كل شخص باسمه، وبدي أحيي الطلاب كل طالب باسمه، وبدي أحيي المعلمين كل معلم باسمه، وبدي أحيي العيلة هاي الحلوة الكبيرة باسمها، وأقول باسمي باسم المعلمة فاتن مديرة المدرسة الإعدادية. نشكركم كثير على كل الجهود الكبيرة اللي عمالين تعملوها من أجل المدرسة، من أجل المدرسة ومن أجل أولادنا. سمعنا قبل شوي عن تحصيلات المدرسة، مش هذا المجال اللي نحكي فيه ولا هذا الموقع، بس بما إنا بفرح، هذا فرح كتير كبير ونشوة كتير كبيرة لكل شخص قاعد في هذا المكان يشعر بفخر الانتماء لمدرسة أورد ترشيحة، لأنه هي دائما 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 القائدة على خريطة المدارس في الوسط العربي. وبدي أحيي الجميع لأنه الكل في له دور في هذا النجاح. إحنا باحتفالات الميلاد، شجرة الميلاد والخضرة اليانعة، قبل أيام احتفلنا بالمولد النبوي كمان، الخضرة اليانعة في أشجار النخيل وسعف النخيل اللي في الاحتفالات، واليوم عيد القديسة بربارة كمان، الذكرى الرائعة. وكل هاي الذكريات بتخلينا، وبعد شوي عيد الأنوار الحنكة، كل هاي الذكريات بتخلينا نوقف وقفة إجلال للباري عز وجل ونقول
يا رب تديم علينا نعمة الصحة والعافية والعقل والحكمة حتى نقدر نتطلع في كل ما خلقته من أجلنا، وحتى نعرف كل واحد شو الرسالة اللي إلنا في الحياة، وحتى نكون دائما شعاع من نور، حتى نكون جزء من هذا الاخضرار في هذا العالم، وحتى نكون إحنا أيادي السلام والمحبة والأمان. كل عام والجميع بألف خير، كل عام وهالبلد وهالقرى ومجتمعنا بألف خير، كل عام وإحنا نشوف بس الأشياء الإيجابية وبلاش نضل نتطلع على شو عم بيصير، لأنه بإيدنا التغيير وإحنا إيجابيين ورح نضل إيجابيين. وبدي كل واحد لما ينتشي فرح في أضواء الميلاد يدور على الضوء اللي بداخله ويقول يا رب بهذا الضوء أنا رح أبدأ ورح أكمل. فشكرا كتير كتير للجميع، وكل عام وإحنا جميعا بألف خير، ويعطيكم الألف ألف ألف عافية.